ولد محمد ابن إبراهيم بوخروبة، وشهرته هواري بوميليان في 23 أغسطس 1932. ولد في شرق الجزائر حيث جبال الأوراس التي فرضت حياة صعبة على السكان. ولد في قرية تسمى مجاز عمار. نشأ في عائلة من الفلاحين الفقراء، كان واحد من 7 أشقاء. حفظ القرآن في كتاب القرية، عهد به الأب الأحد معرفي مقابل فحم وقمح وحطب يبعث به إليه. أكمل حفظ القرآن وعمره 16 سنة. سهل حفظ القرآن التحاقه بمدرسة داخلية تجبر طلابها على طهي طعامهم وتنظيف ملابسهم والاعتماد على أنفسهم. بعد 2 كان عليه أن يلتحق بالثكنات الفرنسية، وإلا تعرض للقتل رميا بالرصاص بتهمة التهرب من الخدمة. لكنه قرر بالفعل الهروب من الخدمة بعد أسابيع قاضها في إحدى المعسكرات التي كانت تختص بالتدريب. رفض أن يستمر جنديا في جيش الاحتلال. هرب من الجزائر إلى تونس، ومن تونس إلى ليبيا، ومن ليبيا إلى مصر. قطع 3400 كيلومترا في طرق مجهولة. استغرقت رحلته 3 أشهر. في القاهرة استكمل دراسته في جامعة الأزهر الشريف، لكن السلطات الفرنسية لاحقته. أرسلت مذكرة إلى السفارة الفرنسية تطلب فيها ترحيله من مصر، على أن ثورة يوليو التي قادها الضباط الأحرار أنقذته. شجع المناخ السياسي في مصر بعد ثورة يوليو شجع بوميديان على البقاء في القاهرة. خلال دراسته في الأزهر التقى لأول مرة بأحمد بن بلة. أقنعه بن بلة بالانضمام إلى حزب الشعب الجزائري. أسس حزب الشعب الجزائري المناضل الجزائري مصالي الحاج. كان بن بلة أيضا عضوا بارزا في مكتب المغرب العربي في القاهرة. المكتب أسسته الحركة الوطنية في منطقة المغرب العربي، تونس والجزائر والمغرب. ساهم في تأسيس المكتب زعماء من الدول الثلاثة: علال الفاسي من المغرب، صالح بن يوسف من تونس، وأحمد بن بلة من الجزائر. وكان المكتب يتولى شؤون الطلاب، شؤون طلاب المغرب العربي الذين يدرسون في الخارج. في ذلك الوقت أيضاً تبنت مصر حركات التحرر العربية والأفريقية. أمر الرئيس جمال عبد الناصر بتقديم كافة التسهيلات والمساعدات لثوار الجزائر حتى تستقل بلادهم.
انضم بوميديان إلى جيش التحرير الجزائري، قاتل إلى جانب أحمد بن بلة حتى حصلت الجزائر على حريتها. أخذ اسما حركيا هو هواري بوميديان. بيرجع اسم بوميديان إلى الولي الصالح أبو ميديان. الشيخ أبو ميديان متصوف جزائري قاد جهاد المغاربة في القدس ضد الصليبيين. أما اسم الهواري فيرجع للشيخ محمد ابن عمر الهواري، وهو رجل دين بيعتبر أهل مدينة وهران أنهم أولياء الله الصالحين. ترقى بوميديان إلى رتبة عقيد في قوات جبهة التحرير، ثم تولى رئاسة أركان جيش التحرير الوطني الذي كان الذراع العسكري للجبهة، وكان ذلك في عام 1960.